كل عام وانتم بخير. بعيد رفع الصليب المقدس ببلدة صحنايا في عادي قديمة وكتير حلوة. نحكي قصة العيد، نحكي معاني العيد اللي بتأكد على المحبة، محبة الله ومحبة القريب. كيف الإنسان لازم يتابع ويستمر برسالة المحبة والتضحية اللي بيعطينا إياها الصليب المقدس اللي علمنا إياه السيد المسيح، من خلاله أنه كيف نبذل ونعطي بدون حدود وبدون مقابل. بهالعيد نحن من عايدكم، من عايد المشاهدين الكرام، من عايد قائد الوطن الدكتور بشار، ومن عايد جيشنا العربي السوري، منطلب الرحمة لأرواح الشهداء الأبرار، ومنطلب كمان الصحة والسلامة والشفاء للجرحى وللمرضى.